وجهت أرمل تشهيد شكري بالعيد بسمة الخلفاوي خلال ندوة صحفية. عديد الاتهامات للأطراف اللي ساهمت في إعداد وإنتاج الوثائقي اللي تم بثه على قناة الجزيرة خلال الأسبوع الفارط بعنوان الصندوق الأسود واللي بحث في حقيقة اغتيال الشهيد. واعتبرت الخلفاوي أنه الهدف من هذا الإنتاج كان زعزعة صورة الشهيد وانتهاك لعرضها الشخصي. فيلم هذية هو محاولة فيه نقطتين احنا استشعرنا منه، محاولة لضرب رمزية الشهيد الرمز شكري بالعيد ورمزية بسمة الخلفاوي أيضا. ثم الفيلم هذا جاء في إطار سياسي محدد وفي توقيت محدد وفيه معطيات قديمة جدا لكن وقع إخراجها الآن وعم صار فيها مونتاج، وصار فيها مونتاج بمعنى الفعلي للمونتاج، لأنه حتى وقت اللي جاءوا الشباب اللي سألوني ما أظهروش شخصيتهم أنهم هما من الجزيرة، كيف جاءوا سألوني على أساس أنهم شباب عندهم بروجي فان ديتود. هذا ومنتظر رفع قضية ضد القناة ومنتج الوثائقي والصحفيين اللي عملوا عليه. تكوين عصابة بقصد النيل والاعتداء على الأشخاص، جريمة نص عليها القانون الجزائي التونسي في الفصلين 131 و 132، وبطبيعة الإرهابية تبقى الفصل 4 باعتبارها قاصد النيل وترويع أشخاص، ترويع العائلة هذه، عائلة شكري بالعيد بكلها تمست، بوه وبناته ومرته وإخواته وإخوته، والله اللي قدر منها حط روحك في المكان هذا كيفاش العائلة تتعاطى ها مع كل أسف ومنها، وفي نفس الوقت مع بكل فخر تشوف العائلة كيفاش متماسكة وجاية باش تبري ساحة بسمة الخلفاوي اللي ما كانت عمرها ما كانت محط شك أو محط اتهام يوحون أنه راه قتله كريمه، يحب يبيضوا بالعربي، يحب يدافعوا على الناس اللي وصلهم القرار ده الاتهام اللي هما حركة النهضة ورموزها وزارة الداخلية ورموزها. وفي جانب آخر وجهت بسمة الخلفاوي دعوة إلى كل من المجتمع السياسي ورئيس الجمهورية مقاطعة قناة الجزيرة. رئيس الدولة يعتبر اللي مؤسسة المؤسسة الأمنية بالشكل اللي خرجته الجزيرة، يعني المؤسسة الأمنية تراوغ ومتواطئة مع القتلة قتلة شكري بالعيد، يواصل تعامله مع الجزيرة هذه ويكون موقف واضح في الحالة هذه. عدة تساؤلات تم طرحها اليوم حول الهدف واختيار التوقيت وما هي الغاية اللي كان من المفروض الوصول لها، هل هي تبرئة ساحة أطراف معينة أو توجيه التحقيق نحو أطراف أخرى؟